صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. القرآن الكريم إلى اصطلاحاتها الخاصة، ومن جملة هاي الاصطلاحات أن يعتبر أحيانا بعض الأدوات اللي هي صلة للجملة يضعها في صدر الجملة، من قبيل لا أقسم. هاي لا يختلفون بها على معاني، يعني شنو معناها؟ قسم يقول معناها نافية، أن أنا ما أحتاج أن أقسم بهذا البلد، ما أحتاج أن أحلف، لأن كرامة هذا البلد أو مكانة هذا البلد معروفة، مقصود طبعا بالبلد مكة المكرمة. والقسم الآخر يقول لا، هاي لا أقسم يعني هاي لا أداة صلة، وهذه وجودها كعدمها، يعني معناها تقدر تعتبرها زائدة، يكون المعنى أقسم بهذا البلد خصوصا وأنت حل بي، يعني كأن البلد إلى شرفين، شرف أنه هو بلد مشرف، والشرف الثاني وجودك بي يزيد تشريف، يزيد كرامة، يزيد تكريم. على العموم هذا المقطعين لعله يجي وقت إن شاء الله أتناول معانيهن، لكن دني المقطعين موضوعات كتمهيد في صدر الآية الكريمة للمقطع الثالث. المقطع الثالث اللي هو ووالد وما ولد هو اللي يكون هذا إن شاء الله مناط البحث. أولا ووالد وما ولد، شنو الوالد؟ من هو المقصود؟ خلينا نعرف. وبعدين شنو معنى القسم بالوالد وما ولد؟ وبعدين ما هاي، هل هي نافية أم هي موصولة؟ يجينا هالمعنى نشرحه إن شاء الله خلال البحث. أولا بعض المفسرين يقول أن ووالد وما ولد المقصود بالوالد آدم عليه السلام، باعتبار الناس أولاد آدم وهو والد الجميع. وبالطبع آدم اللي مقصود يعني جنس الآدمي، يعني مو آدم هذا المعهود عندنا في تاريخنا، مو إحنا الآن لما تيجي لفظة آدم نعتبر آدم يعني الأب اللي ننتمي إليه، اللي مثل ما المؤرخين يقدرون بيننا وبيننا قريب 14,000 سنة، يعني في حدود 14,000 سنة، أن المدة بيننا وبين الأب الأول حوالي 14,000 سنة. طبعا هذا الرأي ما يلتقي مع النظرية العلمية أبدا، النظرية العلمية ما تذهب إلى أن بيننا وبين آدم هالفترة هاي القصيرة، هاي فترة جدا قصيرة في عمر الزمن. يعني الإنسان الأول اللي أول ما أهبط إلى الأرض وبدأ النشل من عنده
بيننا وبينها مسافات شاسعة، مو قضية 14,000 سنة، لأن حتى مفسريننا المسلمين، يعني بعض مفسريننا يذهب إلى أن الكرة الأرضية مرت بخمس أدوار، وكل دور يعني يأخذ مدة طويلة تصل إلى مئات الآلاف من السنين، مو قضية 14,000 سنة. لا، وخصوصا ليأيد هالنظرية بعض الأجساد التي عثر عليها، بعض أجساد عثروا عليها كاملة، لقوها في مناطق معينة من الأرض ضمن تفاعلات جيولوجية، يعني مو مندثرة، مو متلاشية، باقية. درسوا تاريخ الجيولوجي، شافوا أنها ترجع، بعضها يرجع إلى 2,000,000 سنة، بعضها يرجع إلى 1,500,000 سنة. فالمسألة إذن مو، ما نقدر إحنا هاي النظرية اللي يعبروا عنها بالنظرية الكلاسيكية نقدر نعتبرها هي النظرية النهائية أن بيننا وبين آدم عليه السلام 14,000 سنة. 14,000 سنة قصيرة جدا في عمر الزمن، في عمر الإنسان الأول. ممكن أن يكون الآدم اللي بهالمنطقة، يعني بمنطقتنا أفرض منطقة الشرق الأوسط، اللي تناشل منه الناس بيننا وبينه 14,000 سنة، ممكن هذا ممكن. لكن آدم الأول اللي تناشل منه الناس، لا، بيننا وبينه مسافات بعيدة، مسافات جدا بعيدة. زين بناء على هذا المفروض أن الإنسان الأول الذي هو يعتبر أبو البشر، شنو معنى القسم به؟ معنى القسم به أن آدم سيد الموجودات، هو الواقع إنما أقسم الله عز وجل بالبشر بأبيهم وبأبنائه قطعا للتمييز أو لإشعارنا بأن الإنسان في واقع الأمر هو أثمن الموجودات وسيد الموجودات. نبه لي، ما رد عبر التعبير اللي تعبر عنه المذاهب الاجتماعية. المذاهب الاجتماعية لما تمر بالإنسان تقول الإنسان أثمن الموجودات، هذا تعبير اقتصادي. الإنسان أثمن الموجودات، الإنسان مو سلعة حتى احنا نجي نقيمه. الإنسان لحظة من لحظاته قد تشوى ما لا يحد ولا يعد ولا يحصى، لأن الإنسان في واقع الأمر هبة الله، خليفة الله. الله عز وجل كرم الإنسان، والإنسان يحتل منزلة عند الله لا حدود لها. يعني التشريع الإسلامي عندما يمر بالإنسان يعطي الإنسان ميزات ويسخر له كل شيء لخدمته، ما يعبر عنها التعبير اللي تعبر عنه المذاهب الاجتماعية. المذاهب الاجتماعية تعبر عن الإنسان بأن أثمن الموجودات، تعبيرها بأن أثمن الموجودات هو عبارة عن تعبير اقتصادي. ومع الأسف هي هاي الظاهرة موجودة في مختلف الحضارات. تشوف يعني الآن لما تقرأ بعض الحضارات الأوروبية المعاصرة تلقاه عندما تتحدث عن الإنسان تتحدث عن سلعة من السلع الاجتماعية، يعني اللي تقيم بالأموال أو تقيم أفرض بالعروض أو بالنقد. وهذا في عقيدتي هذا إهانة للإنسان، مو تكريم للإنسان. بينما الإسلام نظريته واضحة في هذا الموضع. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، سأل الناس، قال لهم أي يوم من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا أعظم الأيام، هذا يوم الأضحى المبارك. قال لهم زين، أي بلد هذا؟ قالوا له هذا أعظم البلدان، مكة المكرمة. أي بيت هذا؟ قالوا هذا أعظم البيوت، الكعبة الشريفة. أي شهر هذا؟ قالوا له هذا أعظم الأشهر، ذو الحجة. زين، قالهم إن قيمة الإنسان أو إن الإنسان أعظم عند الله من بلدكم هذا ويومكم هذا وشهركم هذا وبيتكم هذا. إن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. فتصور الإنسان هو يحتل مكانة كبيرة عند الله عز وجل، لأن هو خلق ويعرف أهميته
وأودع بي طاقات جعلته خليفة الله. هسه أكو بعض الناس ما يكرم نفسه واحد، أكو بعض الناس ما يعرف قيمته، ما يعرف أهميته في واقع الأمر. هذا اللي همه مالته همه صغيرة، شو له يعني؟ أنا أتخطر حادثة، الحادثة واحد كان مسوي للنبي صلى الله عليه وآله جميل، خادم النبي في قضية من القضايا. هذا لما خدم النبي صلى الله عليه وآله في هذه القضية، النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يكافئه، قال له تعال أنت أحسنت إلي في يوم من الأيام وأنا أشتهي أن أكافئك، إيش تطلب؟ أطرق، هذا عربي، أطرق، قال له أريد 5 نعاج، 5 من الغنم. تبسم النبي صلى الله عليه وآله وتبسموا الصحابة، قالوا النبي على كل حال خلوا هذا على قدر أهل العزم تأتي العزائم، المسكين ما يعرف قيمته أكثر من هذا. قال ليتك كصاحبة موسى عليه السلام. صاحبة موسى هي امرأة دلته على قبر يوسف، سأل على قبر يوسف، دلته على قبر يوسف، قالها أنت أحسنت إلي، أسديت إلي جميل، وأنا أريد مكافأتك، اشتردين شو تطلبين؟ قالت أريد أن أكون إلى جانبك في الجنة. متصور يعني، وهذا الفرق، الفرق طبعا بين البداوة والحضارة، هذا هو الفرق. نتأمل أن هذا 5 نعاج عنده هواية لها قيمة، هواية شيء مهمة جدا مهمة، في حين هذا مثلا يقول لا أنا أريد أكون رفيقتك في الجنة، أكون إلى جانبك في الجنة. وطبعا هذا ما يلام، يعني إحنا هذا ما نقدر نحمل ذنب، لأنه هذا ناشئ وين؟ ناشئ في صحراء، واللي يكون ناشئ في البيئة هي اللي تحدد قيمة الإنسان ومكانة الإنسان. وترى البيئة، أأكد لك، أحيانا تغلب البيئة الخاصة على البيئة العامة. ألفت نظرك لنقطة، أكو واحد أصلا تلقاه ما متفاعل مع البيئة الاجتماعية بالمرة، يعني أفرض واحد ناشئ في بيئة حضارية إلها خلفية حضارية، بها دين، بها عقيدة، بها جامعات، بها علوم، بها معارف، لكن هو ما ملتقي ويا هاي الأوساط كلها، ملتقي ضمن وسط خاص، يقرأ كتب معينة ويلتقي مع أشخاص معينين ويعيش ببيت معين، ما يتفاعل مع باقي جوانب البيئة. هذا قد تكون إلى بيئة خاصة، يعني تلقى في وسط حضاري، في وسط مثلا معروف بأن بمؤسسات دينية، مؤسسات اجتماعية، لكن تجي ليه تلقى وحش من الوحوش. نعم، هذا ناشئ في بيئة معينة، في تربية معينة، خصوصا الأبوان يغلغلون عند الإنسان أفكار من الطفولة، يعني ما يخلوا أحيانا يملؤوه. هو عندنا أنا، خلي أقرب لك المعنى، أنا كون إن ملأ إذا أكو بفراغ، أما إذا مملوء عندك مجال أن تملأ. هذول الأبوان أحيانا يملؤون ذهن للإنسان، ما يخلوا بعد يتفاعل مع المجتمع حتى أكو عنده مجال أفرض للاستفادة من المجتمع. على العموم أن الإنسان إحنا ما يقدر نحمل المسؤولية كلها، لا، قسم من المسؤولية، لأن المسؤولية كلها عليه وعلى المجتمع بكامله. المفروض أن المجتمع يسعى لتحصين أفراده ضد النقص، هاي مسؤولية اجتماعية. يعني ستقد تستغرب، لأن إحنا لما نعيش في منطقة تفكيرها تفكير فردي، الواحد من عندنا يستغرب، شنو أنا مسؤول عن الناس، أرب الناس؟ معلوم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مثل ما مسؤول أن تشبع معدته، أنت مسؤول أن تشبع ذهنه، تساهم في إشباع ذهنه. يعني أرجوك الآن، المدرسة اللي تشيد من أين تأخذ أموالها؟ تأخذ أموالها من الشعب، من الأمة. الأمة ليش تدفع مثلا للمدرسة وللخدمات الاجتماعية؟ تقول أن هذا مني وإلي، أنا من المجتمع، مفروض أردبني المجتمع، أنا جزء من المجتمع، أبني ويبنيني. نعم، فهاي راي ناشئ بالصحراء، هذا ناشئ بالصحراء، ناشئ بين الأغنام، بين مرابض الغنم، ما يعرف قيمة في شيء إلا الخمسة من الأغنام. وهكذا أعود للموضوع، قيمة الإنسان، كرامة الإنسان يحددها هو إلى جزء كبير الإنسان في تحديد قيمته. تلقى أكو واحد يرى قيمته
الدنيا، نبه لي، الدنيا يراها، هو يرى نفسه أكبر من الدنيا. يعني تلقى واحد ذلة وسيلة من وسائل الحياة، رغيف من الخبز يمكن أن يطرح يخلي ينحني ويطأطئ رقبته، وتلقى واحد لا يقول امطري لؤلؤا جبال شرنديب وفيضي آبار تكرود تبرى، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. تشعر عنده عنفوان، عنده كرامة، تشعر أن إنسان يعرف قيمته، بعكس الإنسان اللي قد يذل الرغيف فيصبح يعني هو ثمنه الرغيف. نبه لي، فرق أكو كبير. أعود للموضوع. إذن أقسم الله عز وجل بآدم باعتبار آدم وأولاده سادة الموجودات. الله تبارك وتعالى أراد أن يعرفنا قيمة الإنسان بهذا القسم. طيب، هذا بناء على الرأي اللي يقول أن المقصود بالوالد آدم، كرأي آخر لا، يقول المقصود بالوالد إبراهيم عليه السلام. ليش؟ لمناسبة البلد، لأنه القرآن الكريم لما يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدين، المقصود بالوالد اللي بنى هذا البلد، اللي بنى مكة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو الذي بنى مكة، هو رفع القواعد من البيت مع ولده إسماعيل، والناس إجت بنت حوالي البيت، قامت تبني حوالي البيت. اللي بنى هذا البيت، اللي أسس البيت ورفع القواعد وانبنى البلد تبعا لذلك هو إبراهيم عليه السلام، وعبر عنه القرآن الكريم بأنه والد. نعم، عبر عنه بأنه والد، فهو اللي أسس. المناسبة يقتضي أن يكون القسم بإبراهيم باعتبار أبو الأنبياء كما يعبر عنه، وباعتبار أبو هالبلدة هذه والذي دعا إلى حج بيت الله عز وجل، المناسبة تقتضي أن يكون هو. على العموم، سواء هذا أو ذاك، قال أقسم الله عز وجل بالوالد ووالد وما ولد. نرجع إلى البحثين الهامين الواقع في هذا الموضوع. ما هاي ووالد وما ولد؟ هاي ما هل هي بمعنى الذي موصولة يولا نافية؟ قسم من المفسرين يقول ووالد وما ولد يعني ووالد وأولاده، هنا بمعنى الذي، هاي يعني هاي الماء ووالد وما ولد يعني والأب والأبناء، يعني وحق الأب والأبناء ومن ولدهم، يعني هاي ما بمعنى الذي. جن قد يسأل سائل يقول مثلا ما، احنا نعرفها في اللغة العربية تستعمل لغير العاقل، يعني ما تقول من جاء إلي هم القوم، نعم ما تقول ما جاء إلي هم القوم، تقول من جاء إلي، لأن من تستعمل للعاقل وما تستعمل لغير العاقل. زين، ليش يقول ووالد وما ولد؟ يعني ايش معنى يعبر عنهم بالأداة التي تستعمل لغير العاقل، والحال الناس هم العقلاء. ليش يقول ووالد؟ ليش ما قال ووالد ومن ولد؟ ليش ما قال، ليش قال ووالد وما ولد؟ الحقيقة هنا التعبير عن الجنس، يعني الجنس الإنساني، والتعبير عن الجنس الإنساني وحتى عن الناس يصح بما مرة للعقل ومرة لغير العقل. هاي وحدة إشكال ما أكو. الإشكال الثاني أن ما اللي هي بالمعنى الموصول يعني ووالد والذي ولدهم من أولاده، شنو المقصود من عنده الآن؟ يعني الآية شنو هدفها من هذا التعبير؟ طبعا عندها هدف من هذا التعبير، شنو هو الهدف؟ كأنه الهدف أكو عندنا كثير من الناس قد يحمل الأب مسؤولية ولادته. شوي تنبه لي زين، يعني يقول أن الآباء ذولا اللي ولدونا يا ريتهم ما ولدونا. ليش؟
لأن يقول دول عندما ولدونا ولدونا للعناء للشقاء، تمام، هو الرجل مارش لذة من لذائذه، لكن هاي اللذة جرت علينا عناء وجرت علينا بلاء. شلون أقرب لك المعنى؟ يعني أنت الآن تستعمل الكهرباء، إذا انطفى الكهرباء تشعر بوحشة وضيق وشدة، إذا راحت الطاقة الكهربائية تصبح حياتك ما شلونة. زين، هاي شنو؟ لأنك شفت الكهرباء. لكن هذا اللي ما عاش بالكهرباء، لو فرضنا ما شاف الكهرباء يتأثر؟ طبعا ما يتأثر، لأنه النعمة لا تعد حتى تفقد، نبه لي زين، ولا تفقد حتى تعد. يعني إذا أكو نعمة إنما تشعر بفقدها إذا كنت أنت معايشها، إذا ما معايشها ما شعر بفقدها أبدا. يعني أرجوك، إحنا مثلا أفرض أشلافنا اللي ما كان الواحد من عندهم عنده سيارة، متأثر أن ما عنده سيارة؟ طبعا أصلا ما يشعر بوجودها، لأنه كأنه الفقد هو شنو؟ فرع الوجود. لما ما عندنا شيء موجود، ما إذا فقدنا ما نشعر به، ما فقدنا شيء، مثل ما يقولون سالبة بانتفاء الموضوع. زين، إذن في مثل هالحالة لما القرآن الكريم يقول ووالد وما ولد، شنو عنده هدف أو لا؟ الظاهر الهدف إزالة التألم الموجود في أعماق الناس. كثير من الناس يحمل على أبوه يقول لو ما إحنا لو ما وجودنا ما شعرنا بالفقد، إذولا صاروا سبب وجودنا، طلعونا إلى الحياة، خلونا بدأنا بالحياة نأكل بيها ونشرب من عدا ونجلس في دورها ونتمتع بخيراتها، إحنا لو ما صايرين كل هذا ما حسينا به ولا حسينا بفقده، لأنه هذه نعمة الإيجاد تتبعها بعد ذلك ألم الفقد. مر عليك أنت مو أبو العلاء المعري في رثاء الفلسفي يقول إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. يقول مو هاي لحظة ميلاد عندما يجي أهله الهلولة وجاهم ولد ورحبوا بي، يقول حزن ساعة من ساعات الفقد أضعاف هذا السرور، ألم ساعة. فعلا هو صحيح. فذول يقول أن إحنا عرضونا الآباء إلى هالمشاكل، طلعونا إلى هالبلاء، إلى هالعناء، إلى هالضيم، إلى هالتعب. أنت طارد من الصبح لليل، النتيجة كنت تشبع بطنك، الطارد من الصبح لليل، النتيجة كنت تضع لك فد لباس يسترك ودار تسكنها، وبين ذلك تتعرض إلى ظلم، إلى إرهاق، إلى ابتزاز، إلى تعدي مشاكل الحياة. ما يعني ما يكاد الإنسان يرفع رأسه من ألم إلا ويقع بألم آخر، يعني من ألم إلى ألم. وهاي الآلام المتتابعة سببها منه؟ سببها الأبوان. ولهذا هذا المعنى اللي درج عليه جماعة من الناس، ما كوي هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، مو الشكل. هذا المعنى عدهم شيء من اختزان الألم في نفوسهم. القرآن يقولهم لا، أنتوا غلطانين بهذا. أولا الأبو هذا المسكين والأم دول ما يقدرون يخلقون ولا يقدرون يرزقون ولا يقدرون يسوون شيء إطلاقا، ولا يدري أن راح يصير عنده شيء أو ما يصير عنده شيء أبدا. يعني تأمل الأب، الأب مجرد قناة يمر عبرها إرادة الله عز وجل، مجرد قناة، أشبه شيء بالقناة المادية. الآن التربة قناة يمر عبرها الزرع، السحاب قناة يمر عبره الماء، تأمل الشمس قناة يمر عبرها الضياء، كلها وسائل، قنوات مو أكثر، الأم والأب قناة مو أكثر، تمر الحياة عبرهما. وإلا أن الأم والأب هو يقدر الأب، هو لو يقدر الأب ينطي حياة، أرجوك أكو واحد يرضى؟ أكو واحد يرضى لا سمح الله يبتلي بفقد عزيز، بفقد ولد؟ لا يا أخي. هذا أبو ذؤيب الهذلي، أبو ذؤيب الهذلي ماتوا له أولاد ثلاثة في معركة واحدة،
لما ماتوا له أولاد أصلا فقد كيانه كله، وقف بالساحة بالمعركة وأنشد قصيدته العينية: أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، سقطوا هوية وأعنقوا لهواهم، وتخرموا ولكل جنب مصرع. بش تدري سوى لما وقف؟ جاب ايش عنده أغنام ذبح أطفالها قدامها، ايش عنده بقر ذبح أطفالها قدامها، ايش عنده إبل ذبح أطفالها، يعني أوجد له منظر مأساوي، ووقف في هذا المنظر المأساوي يرثي أولاده، ثم انهار وقع على الأرض. نبه لي، هو سهلة هي الحكاية أن الأب مثلا يقوى على أن يدفع ضر أو يجلب خير أو يعطي حياة أو يدفع موت؟ أبدا، لو كان عنده قابلية لدفع الموت عن عجز الناس عليه وهو الولد. ها؟ ما يقدر الأب أصلا، كان دفع الموت عن نفسه فضلا عن ابنه، لماكو عجز من النفس. في واقع الأمر إذن الأبوين ما لهم علاقة بالخلق أبدا، لا يتصور أن الأبوين هم اللي كونوا، لا لا، الأب والأم مجرد واسطة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية أن الوجود هو محض خير، لأن أنت لا تتصور أن مرورك بهذا الوجود، أنت تحسب الوجه الأول من العملة وتترك الوجه الثاني من العملة. شو تنبه لي جين؟ هاي الدنيا أنت لا تحسبها بس الوجه غير المشرق، الوجه المظلم، وتنسى الوجه المشرق. الوجه المظلم هذا أنه أنا باشر بيتي تعبت عليه عفته وراح إجا غيري أخذه، أموالي تعبت عليها جمعتها رصيدي إجا غيري أخذها، نعم أنا ما الحياة ضغط غصة الموت، هذا الوجه غير المشرق. لكن الوجه المشرق شنو؟ أنت لا تنسى أنك في هذه الدنيا صنعت خير، في هذه الدنيا صليت، في هذه الدنيا صمت، في هذه الدنيا وصلت أرحامك، في هذه الدنيا عملت أعمال بر، هذه كلها بأجمعها ذخائر. نبه لي، هاي ذخائر، هاي الوجه المشرق الثاني من الحياة. هاي من ناحية، الوجود كله محض خير، هاي نقطة. والنقطة الثانية، هو من قال لك أن الموت راح يعدمك؟ هاي الغلطة، يتصور البعض أن الموت يعدمنا، الموت ما يعدمنا، بالعكس، الموت كل مهمته أن يفرق بين الروح والجسد، هاي مهمة الموت، الموت ما يعدم أبدا، يفرق بين الروح والجسد. إذن الآية الكريمة تريد ترفع من نفوس الناس الشعور بالغبن، تقول له لا تتصور أنك أنت عايش بالجانب المظلم من الحياة بس، لا، هذا الوالد وما ولد، لا تتصور الولادة محض شر أو الوجود محض شر، لا لا، الولود خير، الوجود خير، والولادة هاي خير، لأنه كان بالوقت اللي ألمتك هي تركت لك ذخرا ورصيدا يدوم، لأن أنت حياتك ما راح تنتهي لما تلفظ نفسك الأخير، لا لا، حياتك ما هاي البداية، هاي مو النهاية، هاي البداية. أنت من هنا تنطلق إلى عالم آخر، والقرآن قدم لك أدلة على هذا، قدم لك أدلة. أنت كنت بالتراب وطلعت من التراب صرت قوة بالشجر، وطلعت من الشجر صرت نطفة بظهر أبوك، وطلعت من النطفة صرت جنين في رحم أمك، وطلعت من الجنين صرت إنسان في رحم الدنيا، والآن أنت راح تخلع هالجسد وتأخذ طريق آخر من الخلود. فأنت لا تبقى تشتم أبويك بأنه دول سببوا لي مشكلة وطلعوني إلى عالم الوجود، لا، أنت قادم على الله، نعم، والقادم على الله ينبغي أن يفرح. زين، ووالد وما ولد، طيب هذا اللي يقول أن ما بمعنى الذي، يعني والذي ولده، هدف الآية إذن أن يربي عند الإنسان الشعور بالرضا فيما قسم الله عز وجل، ولا يعتبر هاي جريمة على أبويه، ولا يعتبر هذا المعنى جناية، وهذا تصور خاطئ تماما. الرأي الثاني، لا، أن ما ليست بمعنى الذي، وإنما ما نافية، يعني والد وما ولد، اسمه والد لكن ما ولد، شلون بلا؟ خلنا شوي نشوفها شنو وجوهها. وجه من وجوه هذه الآية الكريمة ووالد وما ولد، أن احنا مثلا نعتبر الولد ياهو اللي نولد على فراش أبوه،
الشكل يعني الفراش هو شنو المقصود به؟ الفراش يعني العقد، نبه لي، يعني واحد عاقد على امرأة زوجة إلى زوجته الشرعية، ينولد عندهم ولد على العقد، ضمن العقد هذا الولد يعتبر ابنه. شاء الله العالم صدق هو ابنه لو مو ابنه الله يدري، مدري. نعم تنبه لي زين. لكن العقد مبرر شرعي للانتماء، كأن القرآن الكريم يقول هذا والد، ما طول تربط بها المرأة علاقة شرعية انت ما من حقك تجي تقول ان هذا مثلا مو ابنه، لا لا تمام ما لك علاقة بالموضوع. الولد للفراش خلاص وللعاهر الحجر، هذا الولد انولد على فراش طبيعي ضمن عقد هذا يعتبر ابنه. ما تجي تدقق، خلي ندقق، تعال صدق هذا ابنه يوم مو ابنه، صحيح هذا ابنه يوم مو ابنه، من حقه نطي الميراث او ما نطي الميراث، مو حقك هذا ابدا. ما طول اكو عقد، ما طول اكو عقد فهو ولد، نبه لي، هذا ولد. وكل عقد، ها الفت نظرك، اي عقد باي صيغه مصطلح عليها اجتماعيا هو كافي في تحقيق البنوه. كيف؟ خلي اوضح لك. يعني مثلا احنا نعرف بالجاهليه ما كان عندهم عقد زوجتك وقبلت، ماكو من هذا الحكي. طيب معنى الزواج شنو؟ يجيب باب خباء، باب الخيمه ماله، يخليه قدام باب خيمه المراه، خلاص هذا عقدهم. شوف لما انولدوا ذولا على هالشكل، بعض الصحابه ابائهم من هالنوع، بعض الصحابه ابائهم من هالنوع، ماكو عقد، ما قال لهم النبي انتم ابناء زنا ابدا، معاذ الله، لان هذا عقد اقر، وهو العقد مبرز عن الرضا، عن الاراده، نبه لي، غايه ما في الامر انت ما طول تعتبر المبرز، مره المبرز فعلي ومره لا المبرز قولي. كيف؟ اخرش الان، اخرش يجي يريد يشتري لي دار، الاخرش هو ما يقدر يقول انا اشتريت منك هاي الدار مثلا بألف دينار وتقول له انا بعتك، ما يكون هذا شيء، جاب لك الألف دينار وشوى حلقة هم وحطها قدامك وتأخذتها، خلص هذا مبرج، يعني هاي وسيلة من وسائل إبراز الإرادة، لكن هذا المبرج مو لفظي، عملي، خلص هذا عقد من العقود أقر الشارع واعتبره مقبول هذا. فالمبرج إذن ما طول هو موجود بأي صيغة من الصيغ، يعني العقود، حتى العقود اللي كانت بالجاهلية أقرها الإسلام، لكل أمة عقد، لكل قوم عقد، هذا مبرز الآن فلان أمة معقودة على فلان وانولد، خلاص هذا ابنه، ما من حق واحد يجي يقول لا خلي ندقق هذا ابنه يوم ابنه. شاع علم عند الله، هذا اسمه والد قد يكون، ها هذا انولد على فراشه، سموه ابن فلان، ها ابن فلان. ولذلك الإمام يورد من سلام الله عليه أقر زياد على أبوته، تنبه لي، زياد ابن أبي سفيان، الله العالم، يعني على ما يذكر التاريخ، طبعا الله الأعلم مش مدرينا احنا، التاريخ يذكر عن أبي سفيان، اجى إلى واحد اسمه أبو العريان قال له ابغني بغية، فجاب إلى هاي المرأة هاي، وهي كانت تحت عبيد أبو زياد زوجة عنده، ها، وفجر بها وانولد زياد والشكل. ولما انولد وطلع من هالولادة ما عمل الإمام علي على أنه ابن زنا أبدا، هذا انولد على فراش، عبر عنه، العرب سموه زياد ابن أبيه، فلان سماه زياد ابن أبيه، كثير من الناس يسأل شلون الإمام أقره هذا مو ابن زنا، شنو معنى ابن زنا؟ الإمام أقره لأن هذا مولود ضمن عقد، موجود عقد، وعقد كل عقود اللي كانت في الجاهلية عينا أقر، عقد مقبول، أقر الإمام ولا ولاية، والإمام مشى ضمن نطاق القاعدة، الإمام إسلام يمشي على الأرض، الإمام يرى المؤمنين سلام الله عليه هو الإسلام، زين، فواقع الأمر أن الإمام أقر، مع أن هذا الرجل أنا أجي أبحث أن صار من نطفة أبي سفيان أو ما صار، هو وإلا هو أخو من المقطوع عند المؤرخين أن ابن أبي سفيان، ها؟ وأقسم أن أمك لم تباشر أبا سفيان، نعم، واضعة القناع أو رافعة القناع، النتيجة كلهم حاملين عليه حملات، وحملات أحيانا مو لطيفة مو نظيفة على كل حال. لكن الإسلام
وتلاميذ الإسلام أكبر من هذا. يتنبه لي أدب الإسلام. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه استعملوا يا هالمعلن هذا ولي ضمن عقد، فهذا والد وما ولد. إيش ما والد؟ هذا رأي. الرأي الآخر لا، ووالد وما ولد، أن إحنا نسمي الوالد والد من باب المقابلة، وإلا هو مو والد. شلون شوي تنبه لي زين؟ يعني الآن هو اللي يلد الولد يحمل الولد ويضع منه، هو الأبو، الأم هي اللي تحمل وتضع، والولادة الحقيقية عند الأم، هي اللي يكبر الولد وهي اللي تلد. شو يقول القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. تمام؟ فاللي ولدت في الواقع هي الأم، الأبو ما ولد، الأبو بالعكس طلع من عنده نطفة ما يشعر بها. ولذلك يوم لما صار النزاع بين أبو دلامة وزوجته اجوا يحتكمون عند الخليفة العباسي، هذا قال هذا ابني أنا أريده، أنا أتولى حضانته، شنو أنطي لي هاي المرأة؟ قالت له أصلحك الله، أنا حملته ووضعته وربيته وأرضعته. قال له أنا حملته قبل أن تحمله، ولدته قبل أن تلده، ربيته، تعبت في سبيل تربيته. قالت له، ضحكت هي، قالت له اسأل هذا يقول أنا حملته، هذا لما حمل كان يشعر بي؟ أنا حملته ثقلا أنوء به كالجبل على قلبي، ما أقدر أنام يمنعني الكرى. هذا يقول أنا حملته، وين حملها؟ أيش يشعر بي؟ ثم يقول أنا وضعته، تقول له هذا وضعه في أحسن لدائذة، وأنا وضعته وأنا على شفير القبر. فعلا فعلا الشكل. ولذلك مالك الفقيه الإسلامي المعروف، مالك عند رأي أن المرأة إذا بلغت 6 أشهر من حملها وصيتها ما تنفذ إلا بالثلث، يعني يعتبرها في مرض موت، يعني يعتبر هالثلاث شهور الباقية على قرب الحمل مرض موت. يعني يقول لك ما معقول تقوم، يجوز موت، لأنه الوضع عملية مو سهلة، عملية مو سهلة، عملية موت يعني، يعني عملية مو جدا غير سهلة. فتقول يقول هاي تقول له أم دلامة للخليفة العباسي، تقول له شيء هذا يقول أنا وضعته قبل أن تضعه، هذا وضع في أحسن لدائده وأنا وضعته وأنا على شفير القبر. ويقول أنا تعبت في سبيل تربيته، تقول له أصلحك الله، هذا يداعب عينيه الكرى ليلا، إذا نام راح خلص، وأنا إلى جانب السرير أهز إلى الصباح، وين هذا؟ شو عارف من اسمه؟ وين شو يقول أنا تعبت في سبيل تربيته هذا؟ وفعلا فعلا هكذا. فواقع الأمر، إذن الوالد الحقيقي، يعني إحنا الآن نسمي الشمس والقمر القمران من باب المقابلة، نبه لي سموه باب المقابلة. فهذا عينا الوالدان، وإلا الأب مو والد، الوالدة الحقيقية هي الأم. ولهذا المشرع الإسلامي يركز على حق الأم أكثر مما يركز على حق الأب في التربية وفي الرعاية وفي كافة الحقوق. هذا المعنى سبقا طرقنا أكثر من مرة. زين، إذن ووالد وما ولد، في الواقع هذا اسمه والد لكن هو ما ولد، اللي ولدت الصدق هي الأم، هي الأم. زين، هنا أكو فرد تطبيق لأبي حنيفة المذهب الإسلامي المعروف، تطبيق أحيانا يعتبر والد وهو لم يلد. شلون يعني؟ شوي تنبه لي والله، خلا بيلك. أكو مسألة يذكروها الفقهاء في كتاب اسمه اختلاف ابن أبي ليلى مع أبي حنيفة، هذا الكتاب ينص على هالمسألة، أرويلك إياها. أبو حنيفة عنده من رأيه أن إذا امرأة غاب عنها زوجها، زين، ثم بلغها خبر موته، اجى لها الخبر وشهدوا عندها الشهود بأنه مات، واعتدت عدة الوفاة، وخلصت عدة الوفاة، وتزوجت وحملت، بعد ذلك رجع زوجها الأول إجه تبين حي مو ميت. في مثل هالحالة الولد هذا إذا وضعت، لمن يلحق؟ يلحق الزوج الثاني أو الزوج الأول؟ مقتضى القاعدة الزوج الثاني، لأن تكون من ماء، من عنده هي اعتدت العدة وبعد ذلك حمل. يقول لا، الولد يعتبر
ابن للأول. ليش؟ لأن يتصور أن الفراش بعد مستمر، الولد للفراش اللي هو العقد، يتصور أن العقد ما ارتفع بعده، يعني ارتفع ظاهرا ولم يرتفع واقعا. خطأ في التطبيق ولا الرجل يعني مو يعني خطأ في التطبيق عنده. والحال لا، الشارع رفع العقد هنا، في مثل هالحالة ارتفع العقد، لأن هذه اجت بمبرر شرعي، شهود شهدوا عده قاعد ما بدأ، صار خطأ في التطبيق. فهذا يعتبر والد، هاي من تطبيقات الآية ووالد وما ولد، هاي يعتبر والد، الحال وما ولد ليس بوالد أبدا. على العموم الآية بها فروع كثيرة، وأخشى أن تطلعني شوية عن الموضوع، بها فروع فقهية كبيرة. بس الوالد إذن الحقيقي هو الأم، شوية تنبه لي، والوالد اللي من باب المقابلة الأب نسميه والد. ولذلك أنا أبين لك، صحيح شفقة الوالدين شفقة تكاد تكون يعني أمر مفروغ من عنده، بها تجاوب بين الأم والأب، لكن إذا أردنا نرجع إلى عاطفة الأم إجاء الولد، ما نقدر نقيس عاطفة الأب بها أبدا، لا أبدا. ولهذا أنت تلاحظ أن مكانة الأم في نفس الولد مكانة ما يعدلها أحد، لأن ترى الأب تفرض حتى لو كان والد مجازا ولد طلع من صلبه، لكن الأب يقدر يوفر له ذاك الدفء الموجود في حضنها، في حضن الأم اللي كانت تضمه إلى صدرها، تكنفه إلى صدرها وتدفئه، يوفر له الثدي الذي كان يغذيه ويرضعه، يوفر له الحنو، يوفر له شهر الليالي التي كانت تسهر الليل والنهار عليه. طبعا لا أبدا، ما هذا كل ما يتوفر. ومن هنا كانت لوعة الأم على فقد الولد أكبر وأكبر. ومن هنا يقول واحدها من الأعراب، يقول مريت من بعد واقعة الطف. مريت وين؟ مريت على ديار بني هاشم، على حي بني هاشم بالمدينة. وهذا الحي في الواقع ما من بعد الواقعة ما ظل حي، لا تحول إلى مناحة، تحول إلى مجالس للشجا وللأشا، لأن ما تمر على بيت من بيوت آل محمد إلا وتسمع به نائحة. ويقول دعب الخزاعي رحمة الله عليه، يقول قفا نسأل الدار التي باد أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، هالديار اللي أصبحت خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. يقول مريت على دار سمعت أنين سمر قدمي إلى الأرض، سألت لمن هذه الدار؟ قيل لي كأنك لا تعرفها، قلت لا، قالوا هذه دار الحسين، قلت ومن هذه الباكية؟ قالوا هذه ليلى أم علي الأكبر تندب ولدها إلى أن تقع من الإعياء. ذكرتك علي الأيام شيبي يا ابني انقطع منك نصيبي يا محروم من شم العذابي، ما أصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولا هب قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم لئن عصيناك لقد أطعناك في أحب الأشياء إليك، الإقرار بوحدانيتك منا منك علينا لا منا منا عليك، فارحمنا برحمتك يا الله. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت. ارحم موتانا، من على مرضانا بالصحة والعافية، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات المؤمنين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.